السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدواجن اليوم 23/5/2021 في مصر. سجل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة 37 إلى 43 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 30 إلى 33 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبردة ما بين 21 و40 جنيه، وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة ما بين 22 إلى 42 جنيه. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.